نشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضاً وزير النقل يناقش مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقارير مستوى تنفيذ برنامج عمل الوزارة. رئيس الجمعية الوطنية يشيد بدور لجنة الحشد الجماهيري في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الجنوب. محافظ سقطرى وقائد قوات الدعم والإسناد يتفقدان جزيرة عبد الكوري ويدشنان تسليم السلل الغذائية والإيوائية المقدمة من مركز الملك سلمان.